مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم باستاذ مستر عمار صاحب محل ليتشي فلاور. مرحبا. اهلا مرحبا مستر عمار، كيفك؟ تمام. ممكن تعرفنا عن مستر عمار وامتى بدا تاسيس المحل ليتشي فلاور؟ اول شيء انا اسمي عمار جيفي. نحن اسسنا اول فرع لنا بالشارقه، كان بشارع التعاون، صارنا شي 6 سنين تقريبا ما شاء الله. اسسنا اول محل وهلا احنا بالفرع الثاني بمنطقه البرشا دبي ما شاء الله. بشكل عام يعني صارنا بالمجال 6 سنين ما شاء الله، دائما تقدم يا رب باذن الله. مثلا مع عمار، ممكن تكلمنا عن الخدمات اللي بيقدمها ليتشي فلاور؟ احنا بشكل عام نقدم مثلا فريش فلاور، الرابينج، الورود الطبيعيه، الورود الصناعيه. بشكل عام احنا بيميز شركتنا اكثر شيء عن غير شركات اللي هي محلات الورد او شيء، احنا بنشتغل حفلات، يعني بنشتغل مثلا حفلات اعراس، بنشتغل حفلات خطوبه، ملشي، عقد القران، هالشغلات هذول، زينه، ديكورات بسيطه بالبيوت بشكل عام، حتى حفلات كبيره بنساوي. بشكل عام الستاف عنا محبوبين بشكل عام، فريندلي مع الناس والزباين، يعني دائما حتى في هيك بتحسي في انه شيء ودي بيناتهم، يعني حاسس بصيروا اصدقاء ببعض الاحيان. انا شفت ما شاء الله والديكور ما شاء الله والستاف جميل جدا ما شاء الله. حتى نحن شوي في عنا شغله منيحه بالنسبه للشركه، بنجيب ورد من هولندا، فالورد سبيشال، يعني انواع الورد سبيشال، مو انه بتلاقيها وين ما كان، يعني من هولندا دايركت، يعني احنا بنجيبها، فالورد الهولندي دائما هو سبيشال. عم بحكي حتى عن الانواع بشكل عام، انواع الورد بشكل عام. ما شاء الله. مستر عمار، ممكن تقول لي نظرتك المستقبليه، يعني نفسك في ايه بعد 3 سنين من دلوقتي؟ او والله ان شاء الله يعني نتمنى يكون بكل اماره عندنا فرع، يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب. واحنا يعني من قناه اي بي سي نتمنى لك كل التوفيق يا رب. تسلمي. مستر عمار، في ظل طبعا الامن والامان ان احنا موجودين في بلد كتير بتساعد المستثمرين وما يستثمروا فيها، صراحه البلد كتير بتساعد على الاستثمار، بتساعد انت عندك امن وامان، يعني كثير كثير قوي، ما بتخافي من شيء، ما بتقولي مثلا انه انا اليوم مثلا مثل ما بيقولوا بتحطي راسك بتنامي، انه مطمنه ومأمنه بالشغل بالبزنس بشكل عام. الحمد لله رب العالمين، الله يديم البلد ويديم نعمه الامن والامان فيها. الحمد لله يا رب. نحب نسمع طبعا كلمه شكر من مصر عمار. اكيد اكيد، الله يخليهم للشيوخ ويطول بعمرهم ما شاء الله عليهم، الله يحميهم يا رب. مستر عمار، ممكن حضرتك تعرفنا كيف نتواصل ونوصل لشركة ليتشي للزهور والمناسبات؟ احنا موجودين بإمارة الشارقة بشارع التعاون مقابل العرب مول على الشارع الرئيسي. بالنسبة للفرع الثاني هو بإمارة دبي بالبرشا 1. وبشكل عام التواصل معنا على كل منصات التواصل الاجتماعي ليتشي فلاورز، موجودين بكل يعني انستغرام، جوجل، سناب شات، تيك توك، كله موجودين عنا في سوشيال ميديا كامل. اوكي تمام، شكرا مستر عمار، شكرا.